احبائي احبائي كاردار، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من حلقات اللغه الانجليزيه. هنستكمل مع بعض النهارده ان شاء الله الفصل الاول. وصلنا للجزء اني كان في حوار بين رودولف راسندل واصدقائه جورج فيذرلي وكمان بيرتراند بيرتراند، وقلنا ان هم كانوا بيتكلموا على زياره ديوك مايكل اللي هو ديوك اوف استريلسو لما كان بيزور باريس، وكمان كان بصحبته اللي هي انتونيت دوموبان، وهو رجع طبعا دلوقتي للعاصمه اللي استريلسو عاصمه روتينيا على اساس طبعا يستعد او يعمل preparations للتجهيزات for the great event، الحدث الاعظم عندهم اللي هو the coronation، حفل التتويج. although he is نقول greedy، كان طماع وجشع، او كان invaluable لمين، او envious لhis brother، كان يعني حاقد او حاسد لاخوه طبعا ان هو طبعا يبقى الملك. لكن طبعا يعني ده من الناس بقى هيرجع يجهز للاستعدادات، وهنشوف الاحداث ايه بتقول لنا ايه. بنشوف طبعا هنا بيقول لي not telling George about going to Rutania. يا ترى رودولف راسندل هيقول لاصدقائه ان انا هسافر روتانيا احضر حفل تتويج؟ لا، مش هيجيب لهم سيره. As usual، كالعاده، رودولف راسندل didn't want to tell anybody where he wanted to go، مش عايز يقول لاي شخص هو عايز يروح فين، تمام؟ زي ما كذب على his sister-in-law Rose and his brother Robert. دلوقتي the same thing. نفس الشيء هيقول لهم طبعا ان هو مش رايح روتانيا ولكن رايح دريسدن. فبنقول the next day Rudolf Rosendahl took the train to Dresden. راح مسافر دريسدن في ألمانيا. He didn't tell George that he was going to Roritania. عارفين أوروبا بقى بنسافر ايه داخل الدول بالقطر بقى، تمام؟ فبيقول didn't tell George that he was going to Roritania. مش راح روتانيا. ليه؟ If he had لو قال له the news would have gone immediately to Bertram. لو قال لي جورج رايح روتانيا، جورج هيبلغ بيرتراند بيرتراند، وده شغال ايه؟ صحفي، هيبقى الكلام كله منشور في الجرايد، تمام؟ هيتعرف ان طبعا، لان برضه ما ننساش ان برضه ده شخصيه مهمه، رودولف راسندل شخصيه مهمه، اسره الراسندلز عموما في انجلترا اسره مهمه. مجرد ان يعرفوا كده هيتكتب في خبر في الجرايد ان ده مسافر. هتعرف طبعا روز، يبقى كان تيلينج لايز اول ذا تايم، كان بيكذب طول الوقت، عشان كده ما حب ما يقول لهمش اي حاجه خالص. بيقول بقى and then it would have been in all the newspapers within days. George told him that he had an important person to travel with. George بيقول له في شخصية مهمة جدا مسافرة معاك. That was Antoinette Dumoubin. السيدة اللي مسافرة معاك هي Antoinette Dumoubin. Was on the same train. نفس القطار. At Dresden, Rudolf and Antoinette Dumoubin took another train to Roritania. الاثنين مسافرين نزلوا في Dresden. Change trains، غير القطارات، مسافرين فين؟ روتانيا الاثنين. When they reached the Roritanian border، لما وصلنا بقى طبعا they didn't talk to each other، ما كلموش بعض. They were in different carriages، كان في عربيات قطار مختلفة. طبعا لما وصلنا للحدود بتاعت روتانيا، حدود البلد نفسها، the guards، الحراس، stared يعني يحملق يبحلقوا قوي at Rudolf. Stared at Rudolf and his passport for some time. يا ترى ليه بيبحلقوا فيه قوي كده، بيدققوا النظر قوي في الباسبور بتاعه؟ عشان طبعا هنعرف ان راسندل يشبه الملك تماما، فالناس مش مصدقين. هل يوجد شخص يعني مطابق identical twins to the king؟ تمام؟ before letting him into، لغايه دلوقتي هو ما يعرفش، before letting him into، قبل ما يسمحوا له بالدخول داخل البلاد، entering او into the country. They were very surprised، مندهشين جدا، to see that Rudolf as he looked exactly like the king. Changing the date of the coronation. اول ما دخل طبعا، as soon as he entered the country، he bought a newspaper، اشترى صحيفه. وين هي ويب؟ ارى ايه بقى في الجورنال مكتوب ايه؟ ان ميعاد التتويج بعد ما كان معروف بالنسبه لنا 3 ويكس، افتر 3 ويكس يبقى 3 اسابيع، لا، ان 3 دايز تايم، في خلال 3 ايام فقط. عشان كده بيقول رودولف ويب ان ذا بيبرز، في الصحف، ذات ذا كينجز كورنيشن واز تو بي ان 2 دايز تايم، في خلال يومين مش 3 كمان.
which was much earlier than he had thought. طبعا كده وقت بقى يعني أبكر أو بدري أكتر من الميعاد اللي هو كان محدد. The newspaper described the excitement. الصحف كلها بتتكلم كمان عن الإثارة in the country and in particular the capital. البلد كلها سعيدة وبخاصة من كمان العاصمة اللي هي ستريلسو. ستريلسو where it said all the hotels were full. كل الفنادق في العاصمة were complete, were full. كلها يعني محجوزة تماما مليئة with people who wanted to see the event. ناس كتير جدا جاي تفرج على هذا الحدث. لما يكون الفنادق كلها مكتملة فالأفضل طبعا ريدل فريسندل ان ما يروحش العاصمة مباشرة وخصوصا حفل التتويج. مثلا هنفترض ان ريدل مثلا موجود النهاردة داخل بلد النهاردة مثلا الصبح, هنفترض حفل التتويج بكرة مثلا اخر النهار, فما فيش داعي يروح النهاردة ستريلسو العاصمة لان بالتأكيد مش هيلاقي any place at any hotel, مش هلاقي اي مكان في اي فندق. So it would be better to spend, هيبقى من الافضل to spend the day here near the borders, بالقرب من الحدود. اول مدينة قابلنا اللي هي ايه بالنسبة لنا زندة, تمام, هيقضي فيها اليوم بتاعه وهنشوف المفارقات والاحداث اللي تحصل له. وطبعا تاني يوم فرض ان يعني was supposed to go to روروتانيا او ستريلسو, مقرر ان هو يروح ستريلسو طبعا to attend the coronation, تمام. فبيقول لي Rudolph's reason for stopping at Zinda, سبب توقفه في زندة ليه اختار مدينة زندة is a city near the borders, بالقرب من الحدود. ممكن نقول 10 كيلومترز from the border, على بعد 10 كيلو من الحدود, لكن 80 كيلومترز from the capital, على بعد 80 كيلو من العاصمة ستريلسو. توقف هنا ليه؟ On reading this, on reading that the coronation is in 2 days time, لما قرأ ان حفل التتويج في خلال يومين بس, Rudolph decided to stop at Zinda, قرر يتوقف, عبارة عن a small town, مدينة صغيرة, 80 كيلومترز from the capital and about 10 كيلومترز from the border. There he could walk in the hills, يتمشى في التلال, بيحب هو الطبيعة, and see the town's famous castle, شوف القلعة الشهيرة, في قلعة هناك اللي طبعا الاسم عليها اللي ذا كاسل اوف زندا, طبعا بنقول ذا بريزنر اوف زندا اللي هو السجين في القلعة بتاعة زندا, فعايز يشوف القلعة اللي هناك. Then he could take the train for the day to Strelsau to see the coronation. As he got off the train to Zinda, نزل من القطار, he saw Antoinette Domba who remained, طبعا شاف Antoinette Domba مكملة في الرحلة بتاعتها, ما نزلتش في زندا معاه, نزلت بالبريطانيين منين؟ ركبوا من باريس. نزلوا فين؟ نزلوا دريسدن ألمانيا, غيروا القطار ناحية روتانيا, دخلنا روتانيا. طبعا راسندل نزل في أول محطة اللي هي زندا, هي كملت طبعا باتجاه العاصمة ستريلسو. Remained يعني بقيت on the train for its journey, طبعا its هنا عاد على القطار في رحلته to the capital, but she didn't look at him, ما بصتلوش. عشان كده قلنا ما حصلش أي حوار في خلال الرحلة كلها بين راسندل and Antoinette Domba. People's opinion about King Rudolph Elfburg and Duke Michael. رودولف راسندل هيخش طبعا فندق, هيتقابل هناك مع ناس, هنشوف رأيهم ايه في مين احق ان هو يبقى كينج. رودولف stayed at an inn. inn هتبقى عبارة عن a small hotel او motel, يعني اتش او بالام, motel يعني فندق صغير, حانة صغيرة, which was run by, بتديرها مين بقى, an old woman and her two daughters. بيدير الحانة سيدة عجوز ومعها طبعا two daughters, بنتها او بنتها الاثنين. The old woman said she was not very interested in what happened in the capital. في ناس كده ما بيعنيهاش اللي بيدور او بيتم في البلد. اذا كان في coronation, حفل تتويج على بعد 80 كيلو من زندة, فمش بيعنيهم في حاجة. الست يعني ايه بتقول مش مهم بالنسبة لي. بتقول كمان the old woman said she was not very interested in what had happened or what's happening
in the capital, but she loved the Duke of Stralsund. على الرغم من كده بتحب مين؟ بتحب الديوك مايكل. Why? Who she called the Duke Michael? He was the man who was responsible for the land around Zenda. هو المسؤول عن المنطقة حوالين زندا. يعني زي ما هو Duke of Stralsund مسؤول عن منطقة زندا. And its castle والقلعة كمان الموجودة هناك. In fact, the hotel owner said she wished the Duke was the new king and not his brother. تتمنى يكون هو الملك ليس أخيه. She said the old new Duke Michael who had always lived in Ruritania. بيحبوا كلهم Duke Michael عارفينه كويس قوي عايش وسطيهم. And he cared about بيهتم بالناس the people so people liked him. عشان كده نقدر نقول ان هنا في يعني we can say that there is a comparison between Duke Michael and the supposed to be king والشخص اللي هو مرشح انه يكون ايه ملك اللي هو رودولف الفبورغ او رودولف ذا فيفث. المقارنه هنا شايفين يا احبائي جايه في صف مين؟ في صف ديوك مايكل. ليه؟ The king was living abroad. كان عايش في الخارج. King رودولف راسندل أو سوري رودولف إلفبرغ عايش في الخارج. مش محتك بالناس. بينما Duke Michael was living among them. عايش بينهم. He was responsible for زندا. مسؤول عن زندا كمان. He was in good contact with people. له علاقة طيبة مع الناس. عشان كده بنلاقي the old woman السيدة العجوز her opinion, رأيها is that Duke Michael has the right to be the king instead of بدلا من رودولف إلفبرغ. ما بتعتمدش هنا على الشروط الأساسية ان هو مثلا ان هو الأصغر او الأكبر لا او أحق او مش أحق مثلا بكبر او صغر السن لا بتعتمد على ان هو زي ما قلت ان هو عامل good rapport between him and the people of Zinda على الأقل في محيط المنطقة اللي عايشة فيها إن علاقته بالناس كويسة. هل ده رأيها طبعا ويحترم؟ هل كل الناس بتؤيد إن ديوك مايكل to be the king ولا في ناس تانية في at the side أو at the other side على الجانب الآخر وبتؤيد إن الشخص الملك هو فعلا يستحق اللي هو رودولف إلفبرغ؟ هنشوف الكلام ده أحبائي ولكن في حلقة قادمة. تابعونا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.